رسالة صغيرة لأحباء ملعب التونسي، مشكورين جدا اللي نهار الجمعة اللي فات حكينا احنا عملنا كونفرنس دو بريس حكيت فيها على دور الجمهور. الجمهور عمل رياكسيون رابيد، جاء اليوم حفز الملعبية. إن شاء الله الانتصار هذا يكون هدية للجماهير، ومرة أخرى نقولوا احنا نحسوا بالمرارة وقت اللي كل الفرق تلعب بجماهيرها الا احنا محرومين من جماهيرنا بحكم القانون هذا بتاع ملعب زويت. ان شاء الله الاسبوع القادم ولا الاسبوع القادم الجاي يكونوا في ملعبنا، يكونوا معنا بالحق، محتاجينهم برشا. راك تشوف الاجواء باهيه، ان شاء الله ربي باقي علينا ستر، اداره باقيه تخدم، اداره رياضيه انا ديريكتور سبورتيف كشخص يعني صعياري، اطار فني، الناس الكل باقيه تخدم، الناس الكل باقيه تجتهد. ان شاء الله ما عادش تطول لمده ولينا احنا بريسي برشا وقتاش نوصلوا للبراج، وقتاش تكون اخر مباراه في البراج، باش نرجعوا الامانه مكانها الطبيعي ولا قليل عليه. وان شاء الله يا ربي ما يخيبناش، وان شاء الله نحط ملعب تونسي في مكانه. عايشك سيدي، مرحبا بك. السلام عليكم جمهور الملعب التونسي، انا ماهر الحناش. يحصل لي الشرف باش نلعب في جمعيه كبيره كيف الملعب التونسي، وغضتني برشا الحقيقه الحكايه نتاع اليوم اللي قالوا معناها اللي انا عندي هكا فيسبوك وانستغرام راني ماهر العناش يوم السيت نتاع اوفسير نتاع ملعب التونسي. نقول راهو لا عندي انستغرام لا عندي فيسبوك، راهو هذوكم فوقون راهم غالطين يحكيو باسمي وانا خاتيني معناها. ان شاء الله العباد تتفاهم وان شاء الله يقفوا مع الجمعيه باش نرجعوا للمكانه نتاعها الطبيعيه، وربي يهدي لي كان سبب بوكا. مرحبا بك. معنا اليوم اللاعب السابق والمدير الرياضي للملعب التونسي السيد انيس العيار. مرحبا بك انيس. مرحبا بك ومرحبا بالساده المشاهدين. كيفاش تشوف اليوم معناها الظاهره اللي صارت، معناها جاوا الجمهور الملعب التونسي حفز في الملعبيه باش ويطالبوا باش بالصعود؟ حقهم هذاك استاذ تونسيان، الناس الكل تعرف اللي بلاصتها مش ولاية. اكيد الناس الكل قلنا ان هي راهي مشكلة وقت، معناتها تربي عوده للملعب التونسي وهذيك هي بلاصته الاصليه. تعرف احنا تو الفترة الجاية فترة حساسة برشا، تستحق الجمهور، تستحق ناسها، تستحق رجالها. نفرحوا برشا كي راهو الناس هذوما يزيد يعطينا أكثر دعم، يحطنا أكثر تحت الضغط، والملاعب اللي ما يتحطش تحت الضغط بالنسبة لي أنا ما نجمش نكون ملاعب نتاع كورة، نحبوا الضغط ونحبوا شكون يبدا ورانا، وهذيك هي الجمعية الكبيرة. الملعب التونسي جمعية كبيرة، جمعية ضغط، جمعية نتائج. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع هذا نعملوا التروا بوان نتاعنا. الملاعب حاضرين أتو لي بلون، الناس قاعدة تخدم. وبروبو ماهر حناشي، ماهر يقول لي صارت اكت صغير هكا شويه جمهور الملعب التونسي، لكن التوضيح انه ماهر راهو تيب باهي برشا، متربي متخلق، حتى حكيت معاه على الفيسبوك والانستغرام ماهوش نتاعو، ما يتحملش مسؤوليتهم، تعرف اليوم اللي فو بروفيل والباجات اجوجو يعني. ماهر ستاديست ويخدم معنا بقلبه رب، البروفوني هو بارمي لي ميور، معناتها جوير اتو لي بلون، معناتها سور البلون ايتا ديسبري، سور البلون جرينتا. الو نقولوا لجمهورنا رانا نحبوكم، راكم في بالنا، نعملوا كل شيء باش نفرحوكم، وان شاء الله الليلة الجاية تجيبوا الاخبار باهية. امين يا ربي. مرحبا بك انيس.